السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم قصة ياسمين ورحلة داخل الرئتين للأطفال. حبيبي الحلوين، يا رب دايما مبسوطين وبابا معه نورين. ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة مسلية ومفيدة. الحدوتة عنوانها ياسمين ورحلة داخل الرئتين. تعولت ياسمين وأخوها الصغير كريم ألا يناما إلا بعد أن تقص عليهما الجدة بهجة قصة قبل النوم. وظل الجدة تتحدث بصوتها الهادي حتى تتأكد أن حفيديها قد ذهبا إلى النوم العميق. ولكن في تلك الليلة لاحظت ياسمين أن جدتها تتحدث ثم تصمت ثم تتحدث ثم تصمت، فنظرت لها فإذا التعب يبدو على وجهها، كما أن صوت تنفسها يشبه الصفير. قفزت ياسمين من سريرها وأحضرت أمها التي سارعت وأعطت الجدة دواءها. نامت ياسمين وهي حزينة من أجل جدتها ولأنها لن تسمع هذه الليلة قصتها. في اليوم التالي أصرت ياسمين على الذهاب مع أمها وجدتها إلى المركز الطبي لتطمئن على جدتها. وبينما جلست الجدة تنتظر دورها، رأت ياسمين طفلة جميلة في مثل عمرها تحمل أمها وتسرع بها إلى الطبيب. شعرت ياسمين بالفضول فلحقت بها. يبدو أنها تعاني مشكلة كبيرة في التنفس وازرق لونها. وضع الطبيب ما يشبه القناع على وجهها وطلب منها أن تتنفس فيه بعمق. وأغلقت ياسمين عينيها عندما قام الطبيب بحقنها بدواء في ذراعها. دخلت الجدة إلى الطبيب وبعد أن انتهى من فحصها قدمت له حفيدتها ياسمين. إنها طفلة جميلة وذكية وهي في 9 من عمرها. قال الطبيب لماذا يبدو على وجهك الخوف يا عزيزتي؟ قالت ياسمين إنني خائفة على جدتي، هل هي مريضة جدا؟ الطبيب إنها تعاني من مرض حساسية الصوت ويأتي في صورة نوبات من ضيق التنفس كلما تعرضت إلى رذاذ المبيدات الحشرية أو معطرات الجو أو المنظفات الكيميائية والعطور، وربما أيضا رائحة الزهور وكذلك التراب والدخان. قالت ياسمين إن الدخان يملأ الشوارع حولنا، فهل هو ضار بنا؟ الطبيب إنه شديد الضرر لأنه يحتوي على غازات ضارة تصيب الرئتين بالأمراض عند دخولها مع هواء الشهيق. انظري إلى تلك الطفلة المريضة هناك وانظري إلى عضلات صدرها، إنها تكافح لكي تتنفس الهواء لأنها تعيش في مسكن تكثر فيه الرطوبة ولا تتوفر في غرفتها تهوية جيدة، وبجوار مسكنها يتم حرق القمامة وقد تسبب ذلك ضررا بالغا في الرئتين. قالت ياسمين وهل يضر التراب رئتينا مثل الدخان أيها الطبيب؟ قال الطبيب بل هو أشد ضررا لأنه يحتوي على عدد لا نهائي من المواد السامة الناتجة عن دخان المصانع وعوالم السيارات وكذلك الميكروبات والفطريات والفيروسات وكائنات أخرى ضارة لا ترى إلا تحت المنجر الإلكتروني. قالت ياسمين لقد قرأت في كتب المدرسية أن للجهاز التنفسي أنظمة دفاعية قوية. رد الطبيب نعم هذا صحيح، ولكن مع كثرة التعرض للهواء الملوث قد تفشل تلك الأنظمة الدفاعية ويحدث الضرر والمرض. نامت الجدة بينما ظلت ياسمين ساهرة عدة ساعات تقرأ كتابا عن أمراض الجهاز التنفسي، وغلبها النعاس فنامت. ثم أيقظها صوت رياح شديدة أخذت تعصف بها، فإذا هي تجد نفسها في مثل حبة الرمل، وتلك الرياح تسحبها إلى داخل فتحتي أنف الجدة وحولها أشياء كثيرة. إنها كبيرة الحجم كانت تصيبها لولا أنه قد تم احتجازها من شعيرات كثيفة متشابكة تحمي مدخل الأنف، ودخلت معها بعضها إلى داخل الشعب الهوائي وشاهدت بعينها تلك الخلايا ذات الأهداب الدقيقة التي تحرك كلها في اتجاه موجي واحد حيث طردت الجزئيات إلى أعلى الحلق. مرت ياسمين لصغر حجمها فوجدت نفسها في غرفة ذات جدار شفافة مبطن بشبكة عنكبوتية من الشعيرات الدموية. لقد عرفتها إنها الحويصلة الهوائية، هنا يكمن سر الحياة.
حيث ينطلق الأكسجين إلى داخل الحويصلة ويطرد ثاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير. التفتت ياسمين فإذا بخلية دفاعية كبيرة تبتلعها داخلها وتصعد بها إلى أعلى بمساعدة الحركة الموجية للخلايا الهدبية، حيث قامت الجدة ببصقها في منديل ورقي وظلت ياسمين تصرخ حتى بح صوتها. استيقظت ياسمين من حلمها وهي تشعر بالغثيان من المخاط الذي كان يلفها، وفي الصباح توجهت إلى مدرستها وأخبرت معلمتها أنها سوف تؤسس جماعة حماية الجهاز التنفسي مع مجموعة من زميلتها. تحمس الجميع لها وقاموا بمساعدتها، نظموا محاضرات وطبعوا لافتات وكتيبات حول كيفية الوقاية من أمراض الرئتين. وأطلقت ياسمين دعوة إلى كل الآباء والأمهات أن يحافظوا على صحة أطفالهم من كل الملوثات التي تهدد حياتهم. يا كل أطفال العالم، أتمنى لكم السلامة.